مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا شهر السرور مرحبا مناسبة هر كيدو سرعي أو لغو سلويني يبلا شدا بيش براك سنة ربع الأول أو كوبا يغان على شدا نبي محمد نمد قليل حريس كور كيسا عاتي أيا لغو قطي مغالا دلو سمرهي بي حرمت قلمدو مناسبة دلو سمرهي بحا أغا قيب قلي مشايق وغو هر يوشيق البلد كعاسمد شيخ علي نور علمي agaasimaha guud ee wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta galmudug iyo bulshada qaybaha kale kuwa oo istaagay weynaynta bishan oo muhiim gaar ah u leh muslimiinta caalamka marhaba shahr as-surur marhaba marhaba طلع البدر علينا مرحبا من ثنيات الوداع مرحبا مرحبا طلع البدر علينا مرحبا من ثنيات الوداع مرحبا culimada ka qayb gashay munaasabadan oo ka hadlay halka ayaa sheegay muhiimada iyo faa'iidada ay leedahay weynaynta dhalashada bishan muuliidka ah oo muslimiinta ku weyn ahbaabi fillah aan waxaan isku nimid maanta soo dhaweynta bisha barakeysan khayrka badan نعمد وين إلهي سبحانه وتعالى ودونك نغوص صاري نعمة بروز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكون ونعمد وينه وحيك متاعي المناسبات داني مناسبات كإسلامي كأح أولا يرادو المناسبات الإسلامية وحيك متاعي فتح مكة أنا يكمل تهاي غزوة البدر يكمل تهاي بشا النبي قول الشيء صلى الله عليه وسلم مناسبات كسوى وين وإسلامي قاع أي يكمل تهاي وبالآد يآد مسلمين تو عالم كدافيه سيكمل تيان فرح يكون فرح سيهين نبي قلنا دال الشيء صلى الله عليه وسلم وحن مركز صدر دار ما إنا إن مارك تحفل هذا هس سفى عن لورده سفى عن الله وقايب قاته سفى عن الله موجيه حبي وحن تونا مسجد كيوينا وجامعها وجامعة الرغي الأورنجري وحن جونا مسجد كيوينا وعلمي مشرق يا مغرب لوغسو دوننجري شيخ يوسف شيخ ابراهيم فقه حسن قف كاستهني يستو اعتكاف انت مساجدك او كجيرو وحان ودبال دغينا او احتفال كان لو عقيدي دالشدا النبي عليه الصلاه والسلام بشي النبي ودشاي ان ان ترحيبنو انغو اجيددو ندو تهي جعلانت النبي عليه الصلاه والسلام ولا ليال أني أو متلايا وزارة أو غافتا يا رما دينتا ماركا وحان لا يهي مرحبا بكم كلين يا بشا وحكسو دوينين وزارة وحي كفر أحسن تهي يا آدي آد نسو دوينيسا ماركتا حفلة آدي آد أخيمها بدن له oo xaaladii annaka la rabay inaan isku duuno oo aan soo agaasimno ahayd laakiin dad khayr qaba isoo agaasimeen waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waxaan rabaa inaan soo dhaweyn u sameeyo culimada diinka iyo dhammaan marti sharafka dariska odayaasha dhaqanka iyo masaajidda kala duwan martida ka socota marka kowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka gadaale warkaygu aanu wax ku kooban yahay soo dhaweyn waxa way maanta ay tahay bishii Rabiicul Uula koodeedii bishii Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa lagu qabanayaa xaflad soo dhaweyn
lagu soo dhaweynayo bishii uu dhashay nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi xafladaas ay naga soo qayb qaateen ardayda kala duwan ee magaalada dhusbarab ku nool mashaaqda ku ugu waaweyn magaalada Abdirahmaan Faragaa warbaahinta Shabeelle Dhusbarab.